وينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد جمعة العميمي رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد جمعة. أهلا وسهلا سيد جمعة. يعني 4 سنوات من الحصار على مدينة درنا وآخرها هذا العام تضييق الخناق عليها بشكل كبير من قبل ميليشيات الكرامة، لو يعني توضح لنا تحديدا هذا العام وضع المدينة من الناحية الحقوقية. نعم، شكرا على الاستضافة. يعني درنا في هذا العام كانت اسمها ومعاناة أهلها كانت موجودة في خلال البيانات التي أصدرتها سواء كانت الضامن أو بعض المؤسسات الدولية. لافت أيضا في مجلس حقوق الإنسان في جلسة الأخيرة اللي هي كانت في سبتمبر 2017، نددت الدول وأيضا نائبة المفوض السامي بالحصار التي وقع على المدينة وعلى الأضرار التي طيب تحصل. سيد جمعة، يعني قبل التنديد، الحديث عن التنديد الخارجي، يعني أنت موجود الآن على أرض الواقع في ليبيا، يعني نريد معرفة الوضع بالتحديد، شكله وتقييم الموقف في المدينة الآن أو خلال هذا العام. أنا لست موجودا في المدينة حتى. نعم أنا نعم أنا يعني قلت أنا قلت أنك موجود في ليبيا، لكن بعيدا عن التوصيف الخارجي الآن أريد منك توصيف حقوقي لي من خلال المعطيات التي تصل إليك، وضع المدينة من الناحية الحقوقية. هو بلا شك كما يعني أردت أن أصل إلى النتيجة بأن هذا هو الحصار يعتبر جزء من جريمة في وقت الحرب، جريمة حرب، أيضا الأحداث التي حدثت ومثلا الطيران الذي قصف المدنيين هذه أيضا تأتي في نفس القضية، أنه جرائم ضد الإنسانية، المدنيين تعرضوا إلى سواء كان الاعتقالات التي تحدث على مداخل المدينة، هذه كلها جرائم تعتبر في حالة يعني حرب، يا إما تقع تحت مسمى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. فهذا التوصيف وضع ما يحدث من غلق جميع يعني مداخل المدينة، أيضا عدم إدخال البوادث سواء كانت الطبية أو المياه والوقود وهذه الأشياء كلها واضحة تدلل على أن ما يحدث في جرنا هو جرائم ضد الإنسانية. طيب سيد جمعة، إذا ما تحدثنا عن دور المسؤولين، يعني المجلس الرئاسي المقترح، أين هو مما يحدث؟ يعني لما يعني أين هو أو دوره في توصيل ما يحدث أو رفع تقارير وتوصيل صوت معاناة الأهالي في درنا إلى الخارج؟ أين هو من حل هذه الأزمة خلال كل هذه الفترة الطويلة الماضية؟ وللأسف المجلس الرئاسي لم يكن موجود يعني في معظم القضايا اللي هي يعني موجودة على الساحة الليبية، سواء كانت في درنا سواء كانت في بنغازي سواء كان ما قام به المجلس الرئاسي ومؤخرا في المنطقة الغربية، ولكن ليس له وجود على سواء كان حتى في البيانات. حتى لو قبل التنديد ما يحدث في درنا لم يكن هناك أي تنديد ما يتعرض له اهالي درنا، واقع عشناه في 2017 وحتى قبل 2017 يعني خلال الفتره هذه. موضوع درنا حتى ما قبل المجلس الرئاسي لم يكن هناك فعلا اي تحرك من جهات السلطه التنفيذيه في هذا الوضع. نعم. طيب سيد جمعه، هل ما زلت تسمعني؟ نعم نعم. طيب سيد جمعة، يعني أريد الحديث عن دور منظمات المجتمع المدني داخل مدينة درنا. يعني لا أحد ينكر دورها في محاولة توصيل صوت أو معاناة الأهالي إلى الخارج، لكن وخصوصا يعني هناك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور ومحطات في هذا الموضوع. أين دوركم أنتم أو ما هو الدور الذي قمتم به في نقاط حتى منذ بداية الأزمة إلى الآن في محاولة الدفع بتقليل أو فك الحصار عن المدينة؟
نعم، مقامة في التضامن في قضية درنة. أولا كان عندنا اهتمام كبير جدا بما يعانيه الأطفال في قضايا التطعيم، فقمنا التواصل مع اليونيسف على أن هي مهتمة بقضية الأطفال، ونحن عبارة عن حلقة وصل ما بين المجلس المحلي أو الجهات التي في درنة ويونيسف. ويونيسف كانت قدمت المواد اللي هي خاصة بتطعيم الأطفال، هذه بعض الأشياء. أيضا يعني جاتنا بعض الطلبات عن قضية الأدوية واللي هي غير موجودة في المدينة. تواصلنا مع منظمة الصحة الدولية وقدمنا الأوراق، لكن للأسف هناك المشكلة أن أيضا عدم سماح لدخول هذه المواد هو العائق الرئيسي، يعني لا يصل أيضا قضايا الوقود، هذه تحتاج من الجهات اللي هي قائمة بالحصار أن تفتح الحصار وأن تسمح بدخول هذه المواد. تواجدت يعني اليونيسف فعلا أخذت خطوات عملية ووصلت التطعيمات إلى المدينة. نعم. من جانب أيضا اهتمامنا بقضية المياه وعدم توفرها والوقود، خاصة المياه نحن الآن عاكفين مع ما يسمى فريق العمل أو المختص في قضية المياه موجود هنا في جنين، وسوف يصدر تقرير كامل على وضعية المياه ونقصها وشحها بالنسبة للمدينة، وهذا التقرير سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة. نعم، طيب أرجو أن تبقى معي سيد جمعة العميمي.